اذا بترسموا مستطيل تحتيه زيتون تاني وتفكروا حالكم راسمين بقص وبتتمننوا علينا وحاطين باب، فانتوا غلطانين. هاي عربايه خضره عشان تحطوا فيها زيتوناتكم وباذنجاناتكم. هذا هو الباص، تعالوا اعلمكم كيف نرسمه.
بتبهدل بحبي سألتي بتخبيتي بقاعك قلبي لما انت سألتي قلت ابني حبي سألتي بتخبيتي بقاعك قلبي لاقي الهوى مش هيك لاقي بني قلبي والجو صاب عليك تهكي من عينيك لاقي الهوى مش هيك لاقي بني قلبي والجو صاب عليك تهكي من العينيك والجو صاب عليك تهكي من العينيك هلا بتتذكروا خط الافق اللي حكيت عنه؟ ليش حطيته في البدايه؟ وليش قلت لكم استنوا لا تعملوا الخط تبع الواجهه اليمين؟ بالتالي هل بصير ارسم عماره في السماء؟ هذا غلط، انا عملته بشكل متعمد عشان افهمكم انه ممنوع مكونات الارض تطلع عن خط الافق. طبعا طبعا حبيبي انا هذه الحلقه.